في مواجهة فرنانديز. التركيز المطلوب، هذا هو البديل. فرنانديز طبعا يأخذ المسؤولية الكبيرة والإثارة من روميرو. عملاق العارين الأرجنتيني يتقدم، يمشي يتقدم فرنانديز في الزاوية 90، عدالو الأرجنتين وحده يمشي ليو في مكان العادة يا سادة. ليو ينجح، يتقدم نجم اليوفي أرتورو فيدال، جول برجوتين بكل الملايين بالرهبة والخوف. يتقدم الفنان أرانغويز، صاحب الاقتصاد في المجال أرانغويز السادس، جول جول إيبر رانيغا قبل سانشيز، يمشي سانشيز رايا ويتوج المنتخب تشيلي. رهيب والله رهيب.